نصلم سيطوجينكم الله يسلمكم. كي دايرين كلشي بخير؟ والحمد لله التجربه كانت صعيبه شي شويه والحمد لله، الحمد لله على الفرج. وان شاء الله راه غنعيط لكم وغندير واحد الكليسه ونشرح لكم حيتياتكم. اكبر فرحه هي هذه، لان انا اللي طلبت العفو واستجب والحمد لله. وفي هذه الذكرى ديال 25 ديال عيد العرش، الحمد لله الحمد لله. الله يسلمكم الله يسلمكم، تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. شكرا.